انا محمد بن كويس. من أبناء عائشة. نعم ولا يا أهلا بك. موضوعك اليوم موضوع رواية علقمة وشريح. هو شريك اسم الرواية طلع الحين اكتب إن علقمة وشريح كانا عند عائشة. أن علقمة وشريح كانا عند عائشة. خلاص انطي بحث راح تطلع لك. دراسيين. طيب ايه هذه انا ما قلت عنها قبل ما تذكر. لا والله ما اذكر. المهم ان علقمة وشريح بن أرطة كانا عند عائشة فقال احدهما سلها عن القبلة للصالح، فقال احدهما لا ارفض عند ام المؤمنين، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم يربى. طيب احنا الان طيب خلينا نبدا وياك بالاخير حتى النقاش يتغير يكون شويه ليفل عالي. اكشن. طيب شباب وكان شنو اخر شيء؟ وكان عم لكم في اربه. إيه. تقدر تشرحها؟ وكان أملككم يعني يملك يملك إيه؟ اللي عند نعم يملك الإربة قدرة أتوقع قدرته شهوته أو ذكره، تأتي بمعاني كثيرة. إيه. طيب يعني النبي كان أكثركم يملك رجال قدر. رجال شلون هي عائشة عرفت إنه النبي يملك إربة أكثر من علقمة وشريح؟ زوجها شلون؟ زوج أكيد تعرف زوج رجال. أدري تعرف زوجها رجال. إذا طيب الأمام إيش اللي أمامها واقفين شنو مخانيث؟ خب هم رجاجيل زلم. ممكن يملكون إربهم، ممكن يملكون إربهم أكثر من النبي. مو شعوذ النبي عليه الصلاة والسلام فيك مو أي واحد معصوم. نعم معصوم الكبائر ومثلنا طلدي كبار يا أخت ولا سواء بطل. معصوم في القدرة الجنسية. ركز. هم معصوم القدرة الجنسية يعني مثلا إذا جامع عائشة يكسل ولا لا يكسل؟ شنو يكسل؟ يكسل يعني لا يكمل عملية الجماع. لا فحل النبي فحل ما يكسل. رجل نعم فحل ما يكسل. الله أعلم إذا يعني ممكن استثناء حالات أكثر الله أعلم، لكن معروف إنه رجل عليه الصلاة والسلام. حس السؤال واضح، يكسل ولا ما يكسل؟ لا أعلم الغيب أنا، لكن غالبا أكيد لا غالبا. وإذا كسل؟ الله أعلم حالة استثنائية. لا إذا حالة استثنائية معناها ما معصوم. شوف ما في عصمة من جماع وين قاعد. أي هو فما عنده عصمة بالجماع، يعني ما عنده عصمة لا بالجماع ولا بالإرب ولا هالسوالف، صح؟ قام لك إرب يعني أكثركم. أي فملكه لإربه لا يعني أنه معصوم بملك الإرب. النغمة هذه النغمة الشيعية. النغمة الشيعية أحسنت. أحسنت صدق هاي النغمة الشيعية. أي ملكه لإربه لا يعني أنه هو معصوم بملك الإرب. حال الناس ممكن علقمة يملك إرب أكثر من عنده. الله أعلم، لكن هي كانت ترى أن زوجها عليه الصلاة والسلام واللي يراها جميع أنها رجل واحد. إحنا الآن شنو أرجل واحد؟ هي ترى مو هي مو عركة يعني مو يعني هي مو مضارب. النبي ما معصوم. وعائشة تقول في صحيح مسلم النبي يجامعني ويكسل. عائشة تقول
حادثة استثنائية مو مشكلة يا أهلا ومرحبا، ما طاعنين بها إحنا. هذا يعني أنه هو ما معصوم، يعني ممكن يملك إربة ممكن ما يملك إربة، صح ولا مو صح؟ كيف ما يملك إربة ومتزوجة أكثر من تسعة، ما أخذ تسعة سنة من سوء إيه، ما هو ما معصوم، ممكن تجي لحظات ما يملك إربة. مو ما يملك حالة استثنائية، مثل شخص يأتي مرض. تفضل يلا، شنو حالة استثنائية؟ قلت لكم مثال مرض، مثال. إي ما هو نفسية تعكرت يعني. إي ما هو على حسب. إي يعني يقدر يعني تجي، يعني مثل ما جت لحظات كسل ممكن تجي لحظات ما يملك إربة. مو ما يملك، لا أكيد يملك عليه الصلاة والسلام. يعني عنده عصمة في ملك الإرب. مو عصمة مطلقة، ما في شيء مصطلح. عنده عصمة في ملك الإرب ولا ما عنده؟ ها جديدة، ما في سمع عصمة من جديدة، هو كله جديد. مخترع جديد. انتم ناس سمعون كله جديد، الحمد لله الحمد لله، يعني ولسنا الوحيدون ولكننا الأفضل. كله جديد. تعلم. كله جديد، هنا تلقى كله جديد. فعنده عصفة في ملك الإرب ولا ما عنده؟ مصطلح جديد، ما في شيء اسمه مصطلح جديد. جنا وقسم بالله تجيب. شو تضحك شيء؟ الآن مصطلح جديد، مصطلح قديم، أنت المفروض تجاوب. هذه أمور غيبية، الله أعلم بها. أي، هل النبي معصوم بملك إربه ولا ما معصوم؟ يعني سؤال دقيق دقيق دقيق، هل النبي معصوم أنه كل امرأة يجامعها يكمل ولا من الممكن أن لا يكمل؟ يعني كمل الجمع. أي يجي يكمل إلا حالة استثنائية. يعني معصوم ولا ما معصوم؟ معصوم أنت. يعني ما معصوم. يعني قصدك معصوم؟ أنا بعرف مقصد. معصوم أي عنده قدرة إلهية لا يقع عليه خطأ أو كسل أبد، يعني قادر على فعل كل شيء، أن يتحكم بنفسه. يعني ما يطلع. بشر عنده حالات استثنائية. هو احنا هذا الجايين، هو بشر عنده حالات استثنائية، فهو ما معصوم، يعني ممكن يجامع ويكسل وممكن ما يملك إربة وممكن ما يملك، لكن غالبا لا، وممكن ما يملك إربة. الآن غالبا مو مشكلة، وممكن ما يملك إربة، ما يكسل مو فجأة تختفي إربة. طيب مو مشكلة، فممكن على هذه القاعدة ممكن هنالك شخص ثاني من رجال قريش عنده قدرة أكثر من النبي أو يساوي قدرة النبي، صح ولا مو صح؟ لا مو. ليش لا ممكن؟ أنت مطلع عليهم فحصهم. ممكن أتكلم. النبي ما معصوم، النبي ما أنت بس ركز، ما عنده عصمة، يعني حال حال الناس، يعني ممكن يطلع علقمة يلعب كمال أجسام أقوى من عنده، افتهم كلام واضح. لا تخجلون نفسكم، هذه عقيدتكم، لا تستعارون من عندها. احنا عندنا عصمة، احنا عندنا عصمة، نتعارك ويا النيزك، نتعارك ويا الكواكب، احنا نتكلم بالعصمة. انتم ما عندكم عصمة فلا تستحي، قول قول النبي. انا بالموضوع. طيب انت الان لما ما هو انت حسك خجلان مو قادر تنطقها. يعني لا سؤال الان، من الممكن ان يكون هنالك شخص اقوى من النبي في ملك اربه، ممكن ولا ما ممكن؟ مغيب. انا لا اعرف قوة الرجل. مو احنا جاي نتكلم عنك كشخص عادي حال حال الناس. يعني انا لما اقول اي شخص لا يعلم قوة الرجل. لا، مو عائشة قالت كان املككم لاربه، يعني اكثر من عندكم. إيه لأنه زوج هو لأنه رسول الله. إيه منو قال؟ إيه ما معصوم، منو قال لها علقمة ما يقدر يملك إربة؟ فحصته شافته.
هذا اللي هي ترى هي اللي تتكلم عن ما هي هي اللي ترى شو هي اللي ترى يعني يعني سوت اموتي لا ترى ان زوجها هو ارجل واحد ترى زوجها ارجل مو ممكن واحد ارجل من عندي من سيارة رجلهم مثل ما اقوياء الان الان عائشه جاي تنطي حكم شرعي جاي تقول وكان املككم لاربي هذا حكم وين الحكم بالموضوع يعني الان هي جالسه الان واحنا نقول الان الان هي جالسه تتفحش لا اين الفحش طيب مو انتم تقولون هي جاي تعلم هذا مو تعليم هذا مو تعليم دقيقه 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 هذا تعليم ولا مو تعليم والله الله 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 تعليم مثلا تعليم حكم شرعي يعني انا اسال انا ما اعرف انا اسال انا اسال هاي امكم وانا اسال عائشه من قالت النبي يملك اربع اكثر منكم هذا تعليم ولا تفحش ولا كرزات ولا شنو بالضبط لا تخبر انه كان لكم بس يعني هذا تعلم حتى احنا نعرف اي لكن ما في حكم شرعي منه بس هذا تعلم يعني حتى احنا نعرف انه النبي كان يملك اربع اكثر من الموجودين نعم لا يملك اربع من نظرة ام المؤمنين نرجع نرجع للنقطة لا ما هي ما يصير تشذب علينا هي مؤمنة فنرجع للنقطة الاصلية كيف عرفت النبي يملك اربع اكثر من الموجودين لما كان زوجها يعني علقة ما كان زوجها انا نبي عليه الصلاة زوجها يعني طيب وبعدين تزوجت علقة ما وشريحة الآن 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 اسمع اسمع يعني النبي كان زوجه بعدين مات بعدين زوجت شريح فحصتها شافتها ما يملك إربة بعدين زوجت علقمة فحصتها شافتها ما يملك إربة بعدين قالت كان النبي يملك إربة أكثر من عندكم لا تزيد تحط ما هو النبي ما معصوم شلون عرفت يملك إربة أكثر منهم يجوز علقمة رجال قوي فحصتها هي ترى مثل ما شنو هي ترى يملككم لا هي ترى انت الان جال انت جالس جالس تطعن بعائشه تعتبرها انه هي تمثلت مع الرجال لا لا انا ولا احد يقدر يطعن فيها اصلا خب لعد هذه امراه معلمه هذا النبي تركها لكم حتى تعلمكم الدين هذا كلامها درر ليست هي فقط كثير من المؤمنين لا بس هي بالدرجه الاولى لانها على الخبير سقط واضح زوجته ومعها في البيت تعلم كيف جيد فشلون عرفت هو اكثر واحد شلون عرفت شلون عرفت هو اكثر واحد يملك اربع دون رجال قريش انها زوجة وهي زوجة رجال قريش كلهم لا هي زوجة ترى انها ارجل واحد شنو تشوف ارجل لا جاي تقول يملك اربع اكثر منكم اي لان زوج هي تعرف ان زوج لا هذا طعن انا طعن هذا ما اقبل ترى فيه لا انا ما انا رجال قريشي وادافع عن كفار قريش قرايبي وعمامي هذول انت قريش ناس نفسك هي قريش هي قريش هي اي لا ما اقبل انا ما اقبل انا ما اقبل امكم عائشه تطعن انا ما اقبل عائشه امكم تطعن باجدادي قريش تقول ما يملكون اربهم الا اذا فحصت اجدادي طلعت ما قالت عليهم. لا يملكون قالت املككم املككم اي اي يعني شنو إيه مو يعني ما عندكم إيه لا 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 يعني يعني شنو كلمة اشرح شنو معنى أملككم يعني أكثركم يعني فحصتهم ما على طفح شلون عرفت يلا شلون عرفت يلا شلون عرفت هي ترى هذه ترى هي ترى هي ترى شلون شافت يا ولد طبت لبيوتهم ترى إن زوجها ترى جاي تتكلم على الناس هذا قوله لا شوف 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 الان هاي ملاحظه حلوه من بين الكلام هي ما قالت وكان النبي يملك اربه ما قالت هذا شوف لو قالت هاي الكلمه بيها مجال اما هي استهدفت الغير طعنت بي باجدادي طعنت بقرايبي طعنت بمعشر قريش صدق كذب ما لا 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 تخلي طعن وتحب لا طعن لا ما اقبل لا طعنت لا والله لا لا دقيقه اسمع هاي الكبسه هي ما قالت وكان النبي يملك اربه لو قايله هيجي بيها مجال نقول عمي ما ندقت بكفار قريش اما هي من دقه بينا تقول وكان املككم سمعوني ولا ما سمعوني لا انا ما اقبل يعني اكثركم اكثركم شلون عرفت شلون شلون عرفت اكثركم شلون هو رجال ما معصوم لا تغير الموضوع لا تغير الموضوع شلون عرفت هي هو اكثركم هذا التقييم من وين جابته هذا الترتيب اللي حطته بالدرجه الاولى علينا هو رجال ما معصوم حاله حال اي واحد شلون هذه نظرتها ان هي نظرتها شنو نظرتها هي دارون وعندها نظريات شنو يا ولد ايش بيك يا ولد ايش بيك يا ولد انت ايش بيك يا ولد؟ يا ولد ايش بيك؟ هي جاي تطعن بينا تقول املككم شافتنا هي فحصتنا
يعني أملككم يعني أكثركم ما منو قال منو قال أملككم ممكن إحنا نملك أقربنا أكثر من النبي منو قال لك مو ما معصوم خلاص يمكن هو يرى الشيء هذا لكن هي قالت إن شنو ترى هذا طعن هذا اسمه طعن هذا جاي تطعن بالزلم الموجودة شو حجر الحين قالت أنت ليس عندكم إربة لا قالت أملككم حتى يكون طعن لا قالت أملككم والنبي ما معصوم النبي حسب التاريخ الإسلامي السني النبي ما معصوم فلذلك أنا ممكن أكون أحسن من عنده على هاي القاعدة يعني الآن أنتم أئمتكم معصومين ما عليك بالأئمة هذا ما عليك أي معصومين هذا في كتب ما عليك بيه يعني من أملككم إربة كل نفس الإربة ما عليك بالأئمة المعصومين هذا مو دخل لا يا شيخ هي حطيت رجلك حطيت رجلك بعائشة روح مع السلامة شكرا لك مع السلامة روح 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 مع السلامة شكرا لك حط رجلك لما المعصومين هزج دخلهم هذولك معصومين أي رواية تخدش بيهم انطقها بالحائط أي رواية تطعن بيهم انطقها بالحائط عندهم عصمة مطلقة في كل شيء فما يحتاج نسولف بيهم يعني ما يحتاج تقول لي لا عندهم عصمة مطلقة انتهى الكلام حط رجلك شنو حط رجلك نبيك يكسل وعليه ممكن لا يملك إربة وممكن يملك إربة حال حال شريح حال حال علقمة شنو شنو فحت كلام واضح اعترفوا والله العظيم تستعارون من عقيدتكم والله تستحون قسما بالله تخجلون تقولون النبي حال حال البشر حال حال الناس تخجلون والله تخجلون والله العظيم تخجلون تستحون وبدكم أمنيتكم أمنيتكم تبوقون عقائد الشيعة أن النبي سيد الخلق معصوم بالعصمة الكبرى المطلقة التي لا مثيل لها ما تقدرون توصلون لهذا المعتقد ليش؟ ليه لازم تجون للطريق الشيعي انتم جالسين تستعارون انتم عندكم هذا النبي النبي رجل يكسل النبي رجل يتمرض ومسحور مينون يريد يرمي نفسه من الجبل كما تقول عائشة برواية الزهري في البخاري وهذا النبي وعليه يعني هذا القاعدة وعليه أن النبي من الممكن يكسل يكسل كما تقول عائشة تقول للناس للصحابة تقول النبي كان يجامعني ويكسل ترى دير بالكم لحد يزوجه يعني ايش تقول وعليه النبي كان ممكن ما يملك إربة ما نستحي مو عيب هذه عقيدة ناصر الإسلامي والسنة هذه عقيدتكم خو الحمد لله ناصر الإسلامي والسنة بهاي العقيدة النبي رجل غير معصوم شلون عائشة تتهم قريش انهم ما حد يملك إربة مثل النبي شو حج هذا عيب عيب نطعن قريش ناس زلم ماتت هسه يطلعون من قبورهم يركضون على قبر عائشة يقول تعالي طلعينا خلينا نشوف نملك إربنا لو ما نملك إربنا ما يصير هذا الحكي الا اذا هي فاحص الرجال هذا مثل الاسود بن يزيد النخعي اللي طبع عليها هم قالت لها هاي الجملة وكان النبي أملككم لأربه ليش لأن الأسود بن يزيد النخعي عنده رواية مع عائشة كان في بيتها وأجنب يعني هي فحصته روت له روايات جنسية وأجنب وعليه طقته بهاي الكلمة ولذلك هو استقبلها ما تكلم ولا اعترض